الخير واهلا بيك معانا في سوالفنا حلوه. الموضوع كلنا مستنيين نتكلم فيه لان احنا قابلنا حضرتك امبارح وفهمنا ان كان في شويه مفاهيم كانت غلط نتيجه الشكل اللي كان بيظهر بيه هذا النوع من العلاج في الافلام او في الدراما بشكل عام. بس خلينا نعرف منك بشكل بقى يعني طبي وسليم، ايه هو التنويم الايحائي؟ التنويم الايحائي هي حاله من حالات النوم، زي ما بنقول كده ايش صاحي نايم. قال سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. مش غايب السنة. عن الوعي. مش غايب عن الوعي بالتأكيد. مش معقول حنكلم واحد نايم. احنا عندنا العقل الحاضر وعندنا العقل الباطن. العقل الحاضر هو بنسميه العقل الواعي، الكونشس مايند، وعندنا السب كونشس مايند. الاثنين شغالين بالطريقة هذه، العقلين. لو قلنا انهم بالطريقة هذه، فهذا العقل الحاضر وهذا العقل الباطن بالطريقة هذه. أي معلومة أنت تسمعيها العقل الحاضر بتحلليها، بنسجلها فين؟ في الباطن. زي ما نقول الكمبيوتر مثلا، الاوبريتنج سيستم والهارد ديسك، ناخذ كل حاجه بتتخزن فيه. دكتور، طب المساله ما تشبه كثير مثلا المخزن، يعني الاشياء في البيت عندنا ما تكون مرتبه، يعني قصدي ممكن تكون ايش ملخبطه مرميه، او شيء مرمي في الاخر وشيء مرمي في الاول، فعمليه استرجاع كيف تكون بسيطه؟ هي المهندس هنا يقدر يشرح لنا هي اكثر. هي عندنا مهندس اوكي جريت. كمبيوتر ما شاء الله. طيب ما شاء الله منافس لك. جميل. في عندنا الفايلات وفي عندنا الهيدن فايل المخفيه. فالكلام اللي احنا بنخزي منه والامور اللي حصلت لنا، المواقف اللي بنخزي منها، بنحطها في هيدن فايل، في الهيدن فايل، الملفات المخفيه، او اللي بتزعلنا كمان. مش لازم حاجه. فتلاقي الواحد فينا ايش بيساوي حاجات وبيتصرف بحاجات بس مش عارف اسبابها ليش. مثلا يقول لك انا اخاف من السباحه، طب ليش؟ يقول لك ما اعرف. ايه، خلينا اكمل لكم النقطة هذه. احنا ايش بنعمل؟ عندنا العقل الحاضر، عندنا العقل الباطن. فنحن عن طريق التنويم الايحائي، احنا ايش بنسميه؟ بنقول تنويم ايحائي. فنروح منومين العقل الحاضر عشان نتكلم مع العقل الباطن، لأنه هو هذا الجارد بتاعنا، الحارس زي ما بنقول. بس في تكنيكس للوصول، يعني تتعدى حاجز وحاجز وحاجز لتوصل لمحل معين، نوصل الى ما يسمى ب الاسترخاء التام، او نوصل للعقل الباطن. حضرتك قصدك بالحارس ان هو مش عايزنا نتكلم مع العقل الباطن؟ بتقدري تقولي كده برضه. مثلا زي انا بقول لك انا مجازا كده، نقول انا والله ودي 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 اني مثلا اطلع الجبل هذا، او اطلع اي حاجه، او اعمل اي حاجه. في المقاومه اللي في داخلي يقول لا، انت عملتها قبل كده وفشلت. فهذا يعتبر الحاجز، ريزيستنس، المقاومه. عن طريق التنويم والاسترخاء احنا بنعمل ايش؟ بننوم العقل الحاضر، رخينا المقاومه هنا. هتقدر تخش دايركت للعقل. استاذ علي كان عايز يسال حضرتك. تفضل دكتور. طبعا الاعلام للاسف شوه هذا العلم، وهذا علم قائم بحد ذاته. هل تعاني من رواد اللي يجوك الناس الحالات مطمئنين، او بما مخزون عندهم في عقلهم الباطن ما شافوه على الشاشه، انه والله ممكن يستغل هذا المنوم يعمل اعمال شريره او تعرف الاعلام برضه روض لهذا الشيء. بس ليه بتحط الحق على الاعلام سيد علي؟ يعني انا بعرف، معلش لو اخذت الحكي قبلك دكتور، انه من ايام شاركو اللي هو علم فرويد التنويم المغناطيسي، صار في انقسام بين الاطباء وبين المعالجين والمحللين النفسيين، انه في قسم كبير منهم كانوا يعتبروا التنويم المغناطيسي وباء متفشي بين الاطباء، او شعوذه، وكانوا يعتبروا انه هذا الشيء بيحول الانسان لشخص مسلوب الاراده، وكان في محاربه شديده يعني للتنويم المغناطيسي. بس هذا انت كان في فتره قديمه، عم نحكي باواخر 1800. اليوم اني اشوف اليوم فيلم ولا اشوف اليوم مسلسل لسه لغايه دلوقتي قاعد يتعاطى. بس قصدي صيت سمعه التنويم المغناطيسي كمان وارثينا يعني من هذيك الايام. لا، المفاهيم المغلوطه دي لسه لغايه النهارده، لانه انا سالت الدكتور امبارح، قلت له بيستخدم بقى في التحقيقات عشان توصلوا اذا كان المجرم، قال لي ازاي يعني. انا عندي الصوره دي، مش فاكره شفتها في فيلم ايه، بس انا عارفه ان ده اتعمل. هو الجيل الجديد الان المثقف المتعلم، وبيخش على النت بيشوف دوكيمنت، بيشوف حاجات صحيحه، بيوافق عليه. انا ردا على سؤالك. طيب انا عايز اسال استاذ علي هنا، يعني الفنانين ودخولهم في شخصيات وتقمصهم الشخصيه ويطلعوا منها، ساعات بتبقى في ناس بتلجا للعلاج النفسي لان بيبقوا حملوا فوق طاقتهم الناحيه النفسيه صفات وعادات وطريقه مكتسبه. هل بيبقى في كسوف ان انتوا تلجأوا مثلا لدكتور نفساني، ولا عادي ما فيش مشكله ان انا اروح له ويعالجني؟ انا من ضمن الحالات حقيقه اللي عرضت علي، كنت مفروض اقدم شخصيه رجل مدمن، فما عندي طبعا خلفيه كامله عن الادمان، فاضطريت اخذ اذن من الداخليه وانسجنت مع المساجين.
وعشت حياتهم وشفت اشياء، فالحمد لله وفقت في هذا الشيء. طبعا انا كوني اوصل لدكتور زي ما قلت لك، كان الاعلام برضو كان مأثر علي، ولحد الان يعني ممكن الدكتور غير وجهه نظري وقرات انا وقرات عن فرويد اشياء كثيره، لكن من داخلي ما اؤمن بهذا الشيء، اخاف من اللي شفته الاعلام، من الاعلام عكس لي شيء مغاير تماما عن اللي يقول الدكتور. طيب هنرجع مره ثانيه لدكتور زهير. تاكيدا لكلامك في جزء يمكن كنت بتكلم عليه، اليوم في المسرح تستخدم تقنيات الاسترخاء عشان خاطر يعني بتمارين موسعة لتنمية الخيال، لاسترجاع الذاكرة الانفعالية، للعمل على تقمص أدوار معينة، للفصل ما بين الشخصية الحاضرة والشخصية المستقبلية. فمعناته اليوم التنويم الإيحائي كمان تقنياته مش بس تستخدم في العلاج، تستخدم كمان في التمثيل، في الأداء، في تريح النفس. أحسنت، كلامك جميل. المشكلة ما فيها ليش الممثلين يلجؤون للطبيب انه ما خرج من الحالة، ما خرج من من الشخصية. هذه المشكلة. زي أستاذنا هنا لو راح مع المدمنين وعاش حياتهم وعاش الشخصية، لما جاء في حياته الواقعية ما خرج. التنويم الإيحائي لأن احنا بنقول يعني بيخلي الشخص في حالة هادئة وعنده استعداد انه يتقبل النصائح أو الاقتراحات من الدكتور المعالج ليه. في حالة الإدمان، في حالة الاكتئاب، الإقلاع عن التدخين، الحاجات دي كلها ازاي بتتم على كذا جلسه؟ بتحاول حضرتك تلعب على ايه في ذهنك؟ اوكي، ناخذ واحده حاجه حاجه. بالنسبه للمدمنين، احنا نشتغل مع المدمن بعد ما ايش؟ ينظف جسمه من السموم. بعد الريهاب، نعمل له التاهيل، خلاص في جسمه فاضي من السموم او المخدرات. مرحله التاهيل. مرحله التاهيل، بعد كده الخوف من ايش؟ الخوف انه هو يرجع ايش؟ يتنكس مره اخرى. فنعمل له ايش؟ انا جلست مع كذا مدمن، فبقول له انت عايز تبطل ليش؟ قال انا احب المخدرات. هذا هشتغل معاه ازاي؟ ما عنده رغبه. بس بلاحظ انا الرغبه حتى مهمه. تتبع صوتك يعني متشبع العمليه، بحيث انه صوتك هادي، بعيد عن ما في الحده، يعني حتى في كلامك العادي وفي شرحك لنا، ما انت قاعد تنوم احد، انت فاهم، بس بتعطي هو تتوقع انه تلبسك هالموضوع من وراء انك تمارسه على طول؟ بالتاكيد. لا بس بحس لما بينفعل شوي بيعطي صوته غير تون، صح؟ اوكي. طب هتشتغلي معاه ازاي هذا؟ لو هو مش طيب ما عندوش رغبه. دكتور، هذه الحالات اللي تقصدها اللي تكون ما ينفع وياها التنويم المغناطيسي؟ لا 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 لا، لا ينفع معاه، ينفع معاه، بس هو هذا مدمن كان ويبغى يترك الادمان، ما خايف انه يتنكس. لا لازم يكون عنده رغبه تامه في انه لازم يكون عنده رغبه كامله. فانا سالته انت ليش تبغى تبطل؟ قال لك انا ما ابغى ابطل، انا احب المخدرات. طب هنشتغل معه كيف هذا؟ طب ايش الحل معه؟ طب ايش الحل؟ فسالته طيب انت ايش مشكلتك؟ قال انا مشكلتي انا تعبني السجن، كسرني السجن. حلو. يعني كان بينسجن كثير. كان بينسجن انفرادي كثير. أوه. جميل جميل جميل. لقيت حاجه العب عليها اللي هي ايش؟ نعملها ما يسمى بالربط الشرطي. كونديشننج. كيف؟ عملته تنويم وخليته يا ايش؟ يفكر، قلت له مخدرات سجن، مخدرات سجن. خوفته. عملت الربط في بعض. This is conditioning. كأنك سويت معالجة عكسية. بالضبط. طب احنا عايزين كل ما يفكر في المخدرات يفكر في السجن، حيفكر في السجن حيبطل. زي احنا مثلا في حاجات كثيرة أرسيت في داخلنا لو جيتي نظرتي لها، لو قلت لك الآن كده صوت الإسعاف. جديد علي هالكلام دكتور. هل صوت الإسعاف ايش حيوديكي؟ مستشفى. مريض مستشفى، مريض مستشفى. الأذان. صلاة. خلينا نقول ايش كمان؟ النشيد الوطني. انتماء مدرسه. بس شايفه في حاجات مربوطه. تو لعبه كنا قاعدين نلعبها قبل. هل فيك تكرس يعني لما تنوم واحد احيانا؟ هل فيك تكرس له مع الزمن، مع عده جلسات تكرس له امور جديده؟ سجلها على طول. ايش؟ بيسجلها اللاوعي، بيسجلها. بسجلها انه صاحبنا هذا مو موجود، فبصير اللاوعي ريزيستنس. يعني هذا الريزيستنس اولا هل بيختلف من شخص لاخر؟ بالتاكيد القوه، المقاومه حقتك انت. معناها المقاومه هذا بيحتاج للتنويم اكثر. يعني الفتره اللي بتاخذها عشان لتوصل لحاله الاسترخاء ممكن تختلف من شخص الى اخر حسب الرغبه. استاذي احنا هنجرب دلوقتي بطريقه فعليه مع بشار. بس عايز اسال حضرتك سؤال قبل ما نطلع ونشوف حاله الاسترخاء اللي هتتعمل لبشار دلوقتي. فكره غسيل الدماغ اللي بيقولوا عليها انه بنحط افكار، وفي ناس كتير جدا بتلعب على العقل في الحاله دي. دي مش حاله طبيه سليمه اكيد يعني. بالتاكيد بالتاكيد. بس بتحصل عن طريق التنويم الايحائي. عن طريق التنويم الإيحائي، ايش اللي بيحصل عن طريق التنويم الإيحائي؟ هو بيعمل له عمليه الفورمات كامله للانسان.
يعني في حول ولا مجرم باطن وخارج اي المجرمين واللي فيك تحول مريض عادي لمجرم بالتنميه هي الفكره وما فيها ايش مثلا اذا شفنا في سجن غوانتنامو ايش اللي بيسووا بيلبسوك قفازات شايفه تخيل نفسك انت ما عندك احساس بالجلد ورجلينه كذلك بيحلقوا له حواجبه بيحلقوا له شعره اصلع بيحطوه في غرفه بيفقد فيها الوقت مش عارف زي الان احنا الوقت كم برا احساس بالوقت احساس بالوقت بيضيع فبيجلس يزن عليه بيشغل له مسجل ومشغل مسجل شغال 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 بوظ له دماغه يعني انت بتستخدم التركيز يا دكتور لا التركيز على النقطه انت معينة. انت لما تجلس ثلاثة ايام في غرفه ما عندك ضيعت الاحساس بيدك شكلك تغير في 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 نظريه في نظريه انا حقيقه جربتها يا ريت كلنا نسوي هذه النظريه كلنا نرفع اصبعنا كذا كلنا نرفع اصبعنا قرب جنب عينك هنا قرب جنب عينك قرب جنب عينك لا ما تشوفه لكن لما تبعدها تكون واضحه جدا صح ولا لا قال لي لما تركز كذا ركز على صبعي دكتور اوكي ركز على صبعي ايش سويت انا ايوه في ناس للاسف يركزون على حاجه معينه بصرف الانتباه أيوة. مسمى بصرف أيوة. الانتباه أيوة. قلت لي اشتغل هنا أيوة. ولعبت في فصل كان دكتور نفسي صرف الانتباه المسرحيه فقال لي على اساس الجمهور تاخذه معك وتشده لازم تعمل فكان يعطيني تدريبات نفسيه هذا بنستخدمها في الاعلام بنستخدمه في الاعلام الجزء الاخير ده لانه ده يعني بصراحه ياخد فكره ان انت غيرت له شكله وافقدته الاحساس والوقت فاقدر اشتغل على دماغه بقى بشكل جديد تشغلي مسجل كمان يا سلام بس دكتور بليز وضح لنا ترى على فكره هذا في حال وجود احد قامع سجن يعني الدكاتره ما بيسووا هالامور ما عندهم قدره انهم يعني لازم نفهم يمكن نقطه نقفل الموضوع فيها هذه بالجد الناس ما تنتبه لها الدكاتره اللي بيستخدموا التنويم الايحائي بيخدموا الناس وما عندهم القدره ولا يقدروا في غوانتنامو شوف حتى لبسهم اورانجي كانت شفتي في الاخبار ايوه اللبس كمان نفس الحكايه وبحيان بيشيلوه بعربيه اذا شفته في الاخبار ما يمشي فقط كل حاجه طيب. هذا اللي بيسمى بشر يفقد اي حاجه احنا عايزين بشر يطلع مع حضرتك دلوقتي ويرجع سليم ويرجع لنا سليم بالتأكيد. بالتأكيد. في حاله ريلاكس يعني اول حاجه نبغى نتفق عليها انه هو عنده رغبه التنويم لازم يكون عنده الرغبه انا ما اقدر انوم اي واحد ما عنده الرغبه لازم يكون عنده الرغبه he's willing to ولا يمديك تخليه يقول اشياء ما يبغى يقولها بالتاكيد لا يعترف ولا يمديك تتصرف فيه لا يعترف ما هو مغمى عليه ولا يمديك تمد يدك عليه ابدا ابدا ولا يمديك تسوي هالاشياء الا برغبته كله برغبته يعني حاجه ثانيه معلش عايزين نعرفها الجلسات اللي حضرتك بتعملها في الجلسه الثانيه بتبدا من حيث انتهيت في الجلسه الاولى ولا التكرار هو نفس الشيء بيتعمل كذا جلسه حلاوتها ايش لما اول مره تنوم دخل في الترانس ثاني مره حيخش اسرع واعمق بشار عندك الرغبه عندي الرغبة نعم طب يعني كل قلبك يس بس دكتور اتفقنا على ايش؟ ما تخافش صديقك ايوه عرفت عليه بالجامعة اوكي احكي لي اكثر كنت بعرف قبل الجامعة في 94 جميل كنا نلعب مع بعض تايكوندو اوكي بعدين ظل معي بالجامعة سنة كم الكلام هذا؟ هذا تعرفنا في 94 Very good في الجامعة كان معي بال 96 اوكي بعدين جامعة في الأردن في عمان؟ في عمان جامعة العلوم التطبيقية هو كان بيدرس كمبيوتر ساينس وأنا بدرس كمبيوتر انجينيرينج اوكي شكله؟ هو كان طويل وشعره كمان طويل اوكي أنت ناسي اسمه؟ حتى بتذكر كنا إجت فترة كنا نسميه هايلاندر لأنه كان في